أحسن الله إليكم. المرسل سعيد سعد من جمهورية مصر العربية الإسماعيلية يقول: أنا متزوج، وفي يوم من الأيام حلفت بالطلاق محذرا أمي أن تذهب عند الجيران، وبعد شهرين عرفت أن أمي ذهبت إليهم، فهل تكون هذه طلقة أم ماذا؟ وجهوني أثابكم الله. السائل منين؟ من مصر، من الإسماعيلية. يسأل العلماء في بلدهم، يسأل العلماء المفتين في بلدهم، وإن شاء الله يوجهونهم بالمطلوب. نعم.